على احنا الرجيم بس ده ولا لا؟ قلنا المره اللي فاتت ان رجيم فصائل الدم هو يتبع حاجه اسمها حساسيه الطعام، وكل شخص فينا في مواد مضاده اسمها اللاكتينات، ودي موجوده على فصائل الدم بتاعتنا، بيبقى لها دور في الحساسيه تجاه انواع محدده من الطعام، واتكلمنا عليها بالتفصيل، وممكن الساده المشاهدين يرجعوا لليوتيوب ويشوفوا الحلقه. ولكن احنا بنقول هل رجيم فصائل الدم يصلح ان هو يكون رجيم لكل الناس اللي موجودين بتطبيق هذه التقنيه من الدايتس؟ هو كده كده الدكتور لما بيجي يديكي مثلا، لو انت فصيله دمك ومثلا انت بتحبي تاكلي، الاميل ليكي ان انت تاكلي لحوم كتير، اوكي كده، بس انا ما اقدرش اديكي لحوم محمره، ما اقدرش اديكي اكل فيه نسبه دهون عاليه، ما اقدرش اديكي لحوم ضاني كتير واقول لك كلي منها وانت كده هتخسي كويس. هو نفس السيكونس بتاعه الدايت، يعني انا بديكي بنفس المقادير بتاعه الجرعات الحراريه، ما اقدرش مثلا افتح لك في الكم بتاع الاكل بتاعك عشان ده يتناسب معاكي انت من الناحيه الصحيه. فهو هو احنا بنتفادى لو انت عندك مشكله او حساسيه من الطعام نتيجه وجود فصيله الدم بتاعت حضرتك لا تتناسب مع هذه النوعيات من الاطعمه، فبالتالي يفضل ان حضرتك تمشي عليها بصوره او باخرى. ولكن احنا بنتكلم من ناحيه الكم ومن ناحيه نوعيات الطعام هي محدده، ونفس القيم بتاعه السعرات الحراريه اللي احنا اتكلمنا عليها من 4 حلقات قبل كده، حتى لو حضرتك بتمشي على رجيم يتناسب مع فصائل دمك هي نفس الكم اللي احنا الكوانتيتي اللي احنا بنتكلم فيه بكل شخص فينا حسب سعراته الحراريه وحسب مجهوده البدني وحسب شغله اليومي بنحدد له قد ايه من الوجبه المفروض ياكلها. ولكن نوعيات الطعام نفسها ممكن تختلف من شخص الى اخر، الا ان تطبيق رجيم فصائل الدم على شريحه عريضه من الناس لقوه علميا لا يتناسب مع كل الناس. يعني مش كل الاشخاص، في ناس كده جدا ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي فصيله دمها او والاو في رجيم فصائل الدم ان هم بيميل اكثر لاكل الحاجات اللحوم الحيوانيه زي اللحمه، لا مش الطيور، اللحوم الحيوانيه، اللحوم الحيوانيه. ممكن ناس كتير منهم هم اوريدي بياكلوا دوت وبياكلوا معاهم اللحوم الداجنه بتاعت الفراخ وبتاعت الدواجن الى اخره، رغم ان فصيله الدم ايه المفروض ان هي اكثر ميل ان هي تاكل الدواجن الى اخره، ورجيم البي بيميل اكتر للاسماك وبيميل اكتر للحاجات البحريه، فصيله اي بي والحاجات الفيجيتيريان، فصيله اي بي ده ميكس من فصائل ايه وبي. فبالتالي لما جم طبقوه بشكل واسع على الناس لقوا ان هو بعض الاشخاص بيستجيبوا اليه وبعض الاشخاص تانيين لا يستجيبوا اليه، فبالتالي اصبح ده خارج من المنظومه العلميه، فبالتالي في ناس بتحب تطبقه وناس لا، ولكن الاعتماد عليه 100% في نزول الوزن ده شيء غير صحيح، وما ينفعش ان احنا نعول عليه وناكل بكميات عاليه من الحاجه ديت طالما فصيله دمنا متاحه ان هي ياكلها، الكلام ده غير صحيح. دكتور ايهاب، كان لازم نقول عشان كنا مش عايزين نسيب حاجه بس خالص من انواع الرجيم النهارده.